هي كانت شو اسمه تنتظر خالها وعائلته في المطعم، سبقتهم يعني. الحقيقة هذه الحقيقة، يعني انها كانت سبقتهم على المطعم، وخالها كان المفروض يجي هو وزوجته وبنتهم الصغيرة، لكن اثناء دخوله لاحظ انه في اطلاق النار فتوقف عن الدخول وحصل القضاء والقدر الحمد لله. أنت سافرت؟ يقول لا لي لا لا ها لا، ما سافرت. تولى الموضوع خالد جزاه الله خير، أي كان موجود هناك هو صح. وكان في تنسيق بينهم وبين القنصلية السعودية هناك، وتواصل معنا احنا على الهاتف وعلى الواتس، وارسلنا لهم الاوراق اللازمة لاثبات الهوية والاثبات انها هذه بنتنا، وارسلنا لهم الصور وتاكدنا انها هي بنتنا المغدورة. متى قال لك الساعة خالها؟ الثالثة، الثالثة الظهر، الثالثة الظهر، متى قال لك انها جوا مع الضحايا؟ الساعة الثالثة الظهر، انت ثاني يوم يعني بعد 14 ساعة من الحال.